في دورتها السابعة احتضنت منطقة توبا كبيرة بمديرية عتق فعاليات الألعاب الشعبية التي تشارك فيها مختلف الفئات العمرية من المناطق المجاورة للمدينة، وتضمنت ألعابا رياضية متنوعة ككرة القدم وشد الحبل وألعاب القوى المختلفة التي نالت إعجاب الجماهير. بدت هذه الفكرة بالألعاب السنوية الرياضية في قرية باكبيرة قبل 7 أعوام، هذه الدورة السابعة. تبدأ أول ليلة بألعاب الأطفال من تحت 15 سنة، ليلة كاملة ألعاب رياضية شاملة، من رمي القوس، رمي الحلقات، الجري 100 متر 200 متر. فالليلة الثانية للشباب ألعاب أولمبية رياضية يعني كمال الأطفال. الليلة الثالثة فرق رياضية كرة قدم، والليلة الرابعة فرق برضه مسابقات كبيرة للكبار السن. يحرص أهالي منطقة باكبيرة على تنظيم بطولة الألعاب كل عام بجهود ذاتية، إيمانا منهم بأهمية الرياضة لمختلف الفئات العمرية ولتعزيز أواصر المودة بين أبناء المناطق المشاركين في البطولة. طبعا في اليوم الاختامي هنا نحن نحاول نستقطب كبار السن حتى يستعيدوا أمجادهم الرياضية، وحتى يبتعدوا الشباب عن مضغلقات وعن العادات السيئة. كما نحن نشجع الأطفال وصغار السن بالاندماج، لأن هذا كونها يعني مسابقة اجتماعية أكبر من تكون رياضية. مثلت دورة الألعاب الرياضية فرصة سانحة لعشاق ومحبي الرياضة، ولم تعد هذه البطولة حدثا رياضيا عاديا فحسب، بل جسرا زمنيا لاستعادة كثير من المشاركين أمجادهم الرياضية والعودة إلى الملاعب مجددا بعد سنوات من انقطاعهم عنها، لتصبح مبادرة إيجابية تستحق أن يحتذى بها في عموم المحافظة. عوض صالح، لبرنامج الملعب، شبوه.